كيف ما طربك بيت ابوي لازم اطربك بيت ابوه. ما هو روادي في حرس هناك. انا معي قنابل شديده لو رميتهم على البيت هيجيبوا علي وطيه. قبل ما تقرب هيكون مغاور مغربلك. احمي ظهري انت ورجاله، ما تخافش انا عامل حسابي. هلف من ورا البيت واول ما تلاقيني قربت اضرب نار على مغاوري، حاول تشغله وبعديها هتلاقي البيت ده كوم تراب. اضرب يا رجاله. همام رحمة اللي مات وما أرحمك. قناع ايه عايز تقتلنا يا صاحبي؟ مش هتلحق يا مناع، مش هتلحق يا صاحبي، لان اللي هقتلك اقتلني اقتلني يا مناع. انت معاك سلاح انا ما معيش. مين قال لك ان هقتلك بالسلاح يا خسيس؟ تقدر تغلبني المرة دي يا مناع، عارف ليه؟ لأنك لو قتلتني هبقى برضه أنا اللي غالبك يا مناع، هبقى برضه أنا اللي غالبك، عشان قتلي مش هيرد لك شرف أختك يا مناع. شرف أختي دمها غسل عارها، لكن دمك أنت الزفر، هنجس بالأرض اللي خربتها. مناع عارف الخنجر ده؟ الخنجر ده مناع انت فاكره زين؟ خنجر المسموم، المسموم يا مناع. كيف ما قتلت عمي بيه انا هقتلك. يكفاك يكفاك ان انا معرفش ان انت قتلت عمي. هقتلك يا مناع، هقطع ضيق. أقتلك يا مناع! مناع مناع! مناع انت تصبت يا مناع، ده الخنجر مسموم. ما عادتش تفرق يا لافي. مناع مناع الحكومة ناسها في الجبل، نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زازور، ما عادش لي حاجة عايش عشانها، ولا حي يعمل ما بداله. Thank you.
أمي أمي أمي.